ولوالدينا ولأصحابنا ولجميع أهل بيتنا ولجميع جداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخواتنا وأولادنا وذرياتنا ولجميع أساتذتنا ولجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم ألف بيننا وبين قلوبنا وبين قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف اختيارنا، اللهم ألف اختيارنا، اللهم ألف اختيارنا، اللهم حصل مقاصدنا، اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم اقضي حاجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.